مساء الخير مشاهدينا مشاهدي تلفزيون اليوم السابع. احنا معاكم النهارده في قعده مسلسلات. هنكون معاكم النهارده خلود خالد وندى حجازي. ندى منوره النهارده. انت اللي منوره والله. يعني الحقيقه بقى احنا يعني نورت قوي مع بعض النهارده. كده واضح ان احنا هنقعد مع بعض حبه حلوين مش حد اخر الاسبوع بقى انا وندى نطلع لكم صلات حلوه. احنا اول حاجه عايزين نتكلم عنها تاني ما اتكلمناش عنها خالص بقى ومن المسلسلات ال 15 حلقه مسلسل كوفيد 25. جامد قوي. بصي هو كل عمل يوسف الشريف لازم قبل ما نتكلم كده شابو يوسف الشريف مبدئيا يعني. شابو يوسف الشريف بقى نبقى نتكلم على اي حاجه. يعني هو الحقيقه على يعني كمان التوتر اللي حاصل الفتره دي وانتشار الكورونا بشكل رهيب فهو جاي لك بقى في الوقت اللي انت اصلا مرعوبه فيه يراقب صوتك يعني. وبعدين يا ريته مثلا عامل اعراض عاديه لا يعني وعامل اعراض اصلا انها بتتنقل من عن طريق العين وبعدين بيبدا الشخص يتحول الى زومبي. يعني احنا الكورونا مش هتعدي علينا عادي بعد كده هنتحول زومبي يعني ما. عارفه الكوميك اللي هم الناس كانوا حاطينه لابسين كمامه على عينيهم ده حقيقي قوي يعني بالظبط كده اللي هو 2025 هنلبس الكمامه على عينينا مش على بقنا ومناخيرنا يعني. ازاي تفتكري ده ممكن في يوم من الايام يحصل؟ يعني لا ان شاء الله. بص انا ما استبعدش الصراحه برضو ما حدش كان ممكن يتخيل ان احنا يبقى عندنا فيروس بينتشر فانا بصي بطلت ان انا استبعد يعني مش عايزه اديهم افكار يعني بس نفسي الناس القائمين على الاعمال دي بطلوا يدوا الدنيا افكار ازاي يعني بالظبط. انا حاسه ان احنا بندي اللي هم اصلا عاملين الكورونا بنديهم فكره كده اللي هو اطلعوا كوفيد 25 بسرعه. يعني الحقيقه لا يوسف الشريف فهو طبعا عامل مسلسل رائع جدا انجي علاء كمان ابدعت يعني الصراحه. هو المسلسل كله بصراحه مسلسل حلو جدا. طبعا احنا لسه بنشوف ايه لا بس شفتي بقى ابنه وهو بيقول له بابا انا بيعايروني في المدرسه علشان انت سبت الطب وبقيت بلوجر فانا اسمها انفلونسر. حاسب افتكرتك قوي في المشهد ده يعني ولادها بعد كده لما يروحوا يقولوا لها مامي انتي لا انا بلوجر وانفلونسر لو سمحت. لا لا بس بجد والله هو المسلسل نفسه هي الفكره ان هو بيتكلموا ان ده هيحصل غالبا كمان يعني خمس يعني 2025 اربع سنين يعني فاحنا خلينا ايه 2025 يعني خلال الخمس سنين الجايين او الاربع سنين الجايين. انا حاطه امل والله ان الكورونا تنتهي دلوقتي يعني السنه دي كده في الضيق كده عشان مش قادره احنا شايفينه الفتره دي. لا واضح فعلا. خلينا نروح للاختيار بقى. شفتي امبارح فرح عليا ويوسف؟ انا حسيت ان ده حسيت إن يعني وانا بتفرج على المشهد حسيت ان انا حاضره معاهم الفرح. بس انا قبل الفرح بقى كم التوتر اللي هو عمله فعاليا يعني من حنتها بالليل لحد تاني يوم الصبح البنت مش عارفه توصل له. فانت تخيلي نفسك في الموقف ده ان انا بصي انا يوسف ده بالنسبه لي عارفه اغنيه عمرو دياب اللي هي بتاعت احبك اكرهك اسيبك عندك اعلق نفسي بيكي ولا اعمل فيكي ايه. انا بحس ان ده يوسف قوي. هو حقيقي كم التوتر اللي البنت برج الجوزاء فيه. انا حاسه ان ده برج الجوزاء. كم التوتر اللي كانت البنت فيه يوم يعني اللي هو ليله فرحها وبتاع وبتدور عليه وبتكلم صاحبه علشان طب هو جاي ولا مش جاي. تخيلي كده انت لو في الموقف ده. لا مش عايزه. وانا علشان كده الصراحه من اول يعني من اول الحلقات بتاعه الاختيار 2 بالنسبه للقصه طبعا والمسلسل لا خلاف عليه يعني عظيم بس قصة الحب دي بالذات بصراحة أنا ليا كذا تعليق عليها. يعني أنا شايفة إن يوسف بيعمل كل الحاجات دي بدافع المسؤولية وإن هو فعلا بيحبها حب صادق وإحنا بنشوف ده في نماذج كتير جدا في الحقيقة. بس أنا ما بحب يعني أنا ضد الفكرة يعني أنا ضد فكرة إنه أنا مثلا أسيب شخص أو إن أنا أبقى حاسة إن عايزة أنا علاقتي بشخص أو أبقى مترددة فيها علشان أنا معرضة إن أنا مثلا أموت أو إن أنا معرضة إن أنا الخطر. معيش اليومين اللي فاضلين في الحياه مبسوطه يا ستي وبعدين لما اموت بقى يعني هيشوف حد تاني. ايوه لا بس هو يعني مش هو انا امبارح بالنسبه لي مسلسل بدات احس ان هو قلب مسلسل اجتماعي سيكا عارفه كمان قفله المسلسل اللي هو مرات زكريا بتقول له انها عندها كانسر فعارفه انت ليه قفله المسلسل بدا يتحول الى اجتماعي سيكا يعني ده حلو. هو يعني تحسي انه الفرح مش عارفه ايه. طبعا شفنا المداهمات اللي عملوها وان هم قتلوا همام الارهابي والحاجات بقى اللي حصلت امبارح طبعا شفناها ومش بس همام برضو قتلوا واحد تاني ارهابي يعني كان في كذا
حاجة طبعا خاصة بأنه الشرطة بتحاول يعني تعمل قتل الإرهابيين ومش عارفة إيه تسيطر على والحاجات دي. الاوضاع فعلا. اه يعني ايوه بس انا فعلا البوينت اللي انت قلتيها دي مهمه جدا وعجباني جدا، فكره ان المسلسل فيه برضو جانب اجتماعي جانب اجتماعي ورايح حلو. لانه وطبعا هي موت بابا يوسف كمان ده من الحاجات اللي برضو يعني امبارح طبعا واحنا بنتفرج على المسلسل احساس كده وحش لا، جدا. انت وفي عارفه ان تفصيله الفنان هادي الجيار اصلا توفاه الله يعني الله يرحمه، وانت بتشوفي بقى في المسلسل ان هو ميت، فاحساس كان صعب قوي يعني ان هو اصلا الشخصيه ماتت في الحقيقه يعني. فمن ضمن الحاجات اللي برضو كانت حلوه امبارح موت برضو ابو يوسف، وده خلاه يعني برضو كان هيتشتت اكتر، وعمه بقى ولا اللي هو صاحب باباه ده بيقول له انه هتتجوز وشفتي وكده. شفتي اللقطة بتاعت انه صاحب بابا عنده صليب في البيت، وان هما كانوا حريصين جدا خلال كل الحلقات اللي فاتت ان هما يبينوا قد ايه هما اصدقاء وما بيجيبوش سيرة الدين سير خالص، الدين وبعدين فجأة جاب لك كده بطريقة غير مباشرة الصليب في من كادر الراجل ورا ما صلاش ان الراجل ده في الجامع، وقيس فجأة ظهر ان هو وده برضو ان دل على حاجه فيدل على انه هما كمان عايزين برضو يظهروا الواقع، ان احنا لا احنا ما عندناش حته التفرقه دي خالص زي ما كان بقى وقت ده الاخوان كانوا حقيقي. دايما بيحسسونا انه لا في تفرقه وانه لا يعني هم كان في نوع من انواع العنصريه. فلا المسلسل ده بيوري انه قد ايه احنا فعلا المصريين ايد ما واحدة، عندناش، احنا كلنا انا ايد اصلا واحدة. ما اعرفش، وبعدين وما انا عرفت النهاردة اصحاب كتير ما يعني اعرفش المسلم النهاردة المسيحي. يعني احنا كمان عايزين نقول لكل اخواتنا المسيحيين كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم، وعيد قيامة مجيد. والحقيقة يعني النهاردة يومهم بقى يعني. احنا كمان انا وندى تربية راهبات، فموضوع ان احنا تربية راهبات ده اصلا مخلينا احنا هنموت ونحتفل معاهم النهاردة يعني. بنبقى عارفين قد ايه ان هو يوم حلو وجميل، وبنستنى حد الزعفة وسبت النور دي والحاجات دي حقيقة يعني. خلينا كمان نروح لمسلسل لعبة نيوتن. لعبة نيوتن شفتي ومؤنس. امبارح حلقة امبارح يعني فيها مليون ترند بسبب الأحداث الكتير جدا جدا. شفتي الخناقة اللي ما بين مؤنس وما بين حازم، مؤنس وبيقول له خلاص أنت طلقتها بس انا عندي تعليق صغير الحقيقة جدا على مؤنس. قد ايه انت يا مؤنس شخص مقنع يعني، انت اقنعت حازم يعني. يعني قد ايه بجد مؤنس ده شخص اقنع. صاحب حجة جدا الصراحة، يعني اقنع هنا واقنع يارا، مراته واقنع يارا اللي هي اخت مراته اللي كانتش عايزه تروح اصلا وراحت، واقنع حازم اللي هو جوز مراته يعني. فاهمه ان هو لا عادي عادي خالص عادي. شخصيه لا لا، وبرضه مقنعه. الناس كلها كانت اخذة الكوميك بتاعي. هي بصراحة برضه منى زكي عاملة دور يعني فظيع جدا، وبتناقش مليون قضية، ده يعني حقيقي. بتناقش قضايا كتير جدا جدا مهمة، وبتناقش فكرة برضو انه لازم الطلاق يبقى موفق، ما مش بالكلمة، والناس اللي هي بتلعب بكلمة الطلاق، ده الناس اللي حقيقي. مش مقدرة كلمة انه يعني ايه انت طالق دي عشان برضو ده كان على السفرة بيطلقها 50 مرة. صح. فهي صراحة منى زكي في المسلسل ده بتناقش قضايا كتير جدا، وكانت الناس كلها مشيرة امبارح الجزء اللي هو بيقول لها طب انت ليه ما قلتليش ان هو رد، قالت له مش ما افتكرتش. يعني ايه عارفه انت اللي مش مركزة خالص، يعني هي طالعة بشخصية فعلا مش بتركز خالص. هي من ضمن فعلا الحاجات الحلوه جدا في رمضان مسلسل لعبه نيوتن. منى زكي عامله شغل رائع جدا، كمان محمد فراج ومحمد ممدوح، الناس دي عامله شغل رائع جدا جدا الممثلين كلهم حقيقيين. واتقان. يعني اتقان محمد فراج، اتقان محمد ممدوح. لا لا يعني بجد. ومحمد ممدوح كمان لما بيعمل الحاله اللي هي بتجيله كانه سامع صوت النحل بيعملها بطريقه تحفه يعني. بجد بحس انه ده بجد هو بيوترني انا كمان يعني، بحس ان هو انا كمان متوتره. بس هو شخصيه مؤنس دي لا وشفتي سيد رجب بقى وهو بيبسي ممدوح، عيط على نفسك عيط على روحك يعني، عارفه اللي هو الاثنين صحاب قاعدين يسعف صحاب. المرء بأصدقائه هي مش فين اي الصحاب اللي بتعرفي وبعدين بيهم. بيسيب الأحداث كلها، نبقى احنا كلنا متوترين يقول لك فين العسل بالأفيون يا أخي بقى. يعني قمة روقان سيد رجب، عارفة اللي هو ربع روقان سيد رجب بس يا جماعة، عشان أنا إيه يعني دماغي مش قادرة. اتفرجتي لا على ملوش كبير؟ طب شفت الحلقة بتاعت امبارح وغزل لما دخلت السجن واخدت 7 سنين؟ خلاص، ما هو عابد ده ضيعها يعني. هو جف مشهد كمان من المشاهد اللي هي اثرت فيا جدا، هي خلاص الست يا عيني حست انها اخدت حريتها كده وبتتنفس، بيقول لها اوعي تفتكري ان انت كده ارتحتي، يعني لو كنت فاكره ان انت حياتك كده هتبقى حلوه، لا انت اسوأ فتره في حياتك هتبتدي من دلوقتي. فهي قالت له انا على فكره اي حاجه هتحصل لي في حياتي هتبقى اهون من عيشتي معاك،
هو طلع من الكادر من هنا، البوليس دخل من هنا، لقيت في ايدها، لقيت في شنطتها الحشيش، واتسجنت بقى 7 سنين، نطقوا بالحكم قبل ما الخديوي يلحق يجيب لها الشاهد اللي بيثبت براءتها. اوكي. تفتكري بقى هتطلع؟ يعني انا عماله هي اكيد النهارده هتطلع بصبر منها. نفسي، بصبر نفسي كده ايه، لان احنا النهارده هنفتح الحلقه بالليل نلاقي ان هي كانت بتتخيل، هو بيتخيل، لكن يعني كده حد يرجع بيحلم، ويجي حد بيحلم، في حد بيحلم في المسلسل. يعني مش مصدقه انه انت هيبقى عارفه اقول، حصل عايزه كده اقول لك بجد. ان انا ده حصل معايا امبارح برضه في لعبه نيوتن، لما حازم دخل على مؤنس كنت حاسه ان في واحد فيهم بيحلم، ان هو مش عايزه اصدق، انا اصلا اصدق. لا. في كمان من المسلسلات الحلوه جدا وما اتكلمناش عنها كتير، مسلسل النمر لمحمد عادل امام، وهنا يعني الزاهد، وهنا الزاهد طبعا، انا يعني بحبها طبعا. الزاهد قوي، هي كيوت بحب جدا. اباركها وبحب انك، انا بحبها يعني، هي حاله هنا الزاهد يعني انا بالنسبه لي اثبتت نفسها جدا الفتره الاخيره، شايفه ان هي بقت شاطره جدا، كمان ما شاء الله عليها، يعني هي شالت مسلسل لوحدها الفتره اللي فاتت، كان قبل رمضان عملت حلاوه الدنيا او دنيا سكر، حلوة كانت الدنيا سكر. حلوه الدنيا سكر، كانت عاملاها في قبل رمضان، كانت شايلها لوحدها، الناس كلها كانت متابعه المسلسل وحابه هنا الزاهد، فهي هنا الزاهد بدأت تتحب، يعني بدأت الناس تحب وجود هنا الزاهد. لا، ودويتو ما بينها وما بين محمد امام مع لطيف، وانا رائع. مبسوطه ان الناس بطلت تقارن ما بين محمد عادل امام وبين الزعيم عادل امام، طبعا. يعني الناس بدات تفصل وتفهم ان كل واحد ليه شخصيه. يعني محمد عادل امام فعلا كاركتر، وفعلا ممثل ليه صفات فريده جدا من نوعها، وظلم ليه ان هو يتقارن باي حد حتى لو كان الزعيم عادل. بابا طبعا بغض النظر ان الزعيم عادل امام ما حدش يقارن محدش بيه يعني. يقارن طبعا، بس لا هو حقيقه، يعني ان انا شايفه ان هو عامل مسلسل رائع جدا، قصه المسلسل نفسها رائعه، يعني انا بالنسبه لي هو في الاخر اصلا طلع، يعني احنا كنا عارفين ان هو فاقد الذاكره وعامل كل ده علشان خاطر، او يعني طلع عامل كل ده علشان خاطر هو عليه طار غالبا من الشيمي، وشمس طبعا نرمين الفقي عامله دور رائع، يعني انا اصلا نرمين الفقي يعني وجودها في دل راجل ووجودها في النمر شخصيتين مختلفتين تماما تماما، من الميك اب لللبس للشعر لكل حاجه، لا انت هنا دي شخصيه ودي شخصيه، طريقه الكلام حتى مختلفه تماما في نرمين الفقي، فهو طلع عامل كل ده علشان هو عنده طار مع شمس بقى وكده، وفي الاخر خالص شفنا بقى امبارح ان هو راح جاب مامه هنا الزاهد اللي هو باباها مفهمها ان هي ميته من 20 سنه، وطلع انه مامتها مش متوفيه ولا حاجه، وباباها عامل كل ده علشان خاطر ياخد فلوس الست دي ويكبر محلته في الساغه ويعمل بقى شغل. طبعا احنا يعني اصناف الرجاله دي شفناها شفناها كتير كتير للاسف. يعني. فلا من المسلسلات جميله قوي. شفتي حرب الحلوه اهليه؟ جدا. حرب اهليه بقى عامله قلق جامد، شفتي المشهد بتاع يسرا وجوزها؟ يعني كان اول امبارح كانت حلوه جدا جدا الحلقه دي، بس انا امبارح بقى لفت نظري قوي المشهد. هو انا بقالي كمان كذا يوم بعلق على المشاهد اللي ما بين يسرا ومعين السيد. بصراحة أنا شايفة ده نوع من أنواع الظلم يعني، أو أنا حتى مش قادرة ألوم على يسرا ولا أحس إنه مثلا معين السيد هي اللي مش واقعية، بس برضو الواحد لما بيلاقي حد، يعني خصوصا مثلا حد زي معين، هي فقدت أمها، فيسرا بالنسبة لها أم تانية، فهي متشعلقة في آخر أمل ليها في الحياة إنها تحس بحنية حد زي أمها. في الآخر يسرا فعلا بتأثر في حقها عشان حاجات أنا بشوف كمشاهد انها ما تستاهلش. يعني معين السيد رايحه تقعد مع مامه خطيبها لاول مره تتعرف عليها، ويسرى رايحه تقضي مع تماره يومين في الجونه، مش هي دي بنتها الحقيقيه وتمام، محدش يقدر يلوم عليها، بس يعني بس من خسرتها، وجهة نظر اللي هو خسرتها. يعني وبين لما جت في عيد ميلادها كمان قامت ما جابتلهاش هديه، وجابت جايبه هدوم لتماره، وعيني بقى معين بتفتحلها الباب وبتاخد منها اكياس اساس انه هي اسمها هديتها، بتقول لها انا كنت متاكده انك مش هتنسي ومش عارفه ايه، لا لا اكيد مش هنسى، كان لازم اجيب هدوم لتمارا عشان بقى لها يومين ما غيرتش. اوكي اوكي شكرا ميرسي قوي. عارفه طبعا انت اللي هو بتتكسر هات جدا. الدكتور
يعني هي كده جدا. لا لا هو بصراحة أنا أصلا عاجبني عامة المسلسل كله الحقيقة، مسلسل لا رائع. والمشاهد بقى طبعا اللي ما بين بس الخياط بقى واروى جوده دلوقتي بدأ ينتقم منها، بس الخياط ده في بدأ حتة تانية. ينتقم منها ويوريها الوش بقى الشرير، وعمال يضرب فيها وعمال يحطها في مواقف وحشه مع ابوها وعمال يهددها. وبعدين المسلسل ده برضو عارفه يا حبيب والله بيناقش قضيه مهمه قوي، يعني دلوقتي المفروض بس الخياط بيهدد مراته اروى جوده بفيديوهات ليهم مع بعض. طب ما ما هو هي ده جوزها، مراتك، ما هو ده جوزها، ما هو ده جوزها. مراتك يعني صحيح. لو المسلسل ده يعني خلي بالكم انا برضو ملاحظه ان شركه ألمانيا دي بتعمل المسلسلات بتاعتنا السنه دي كلها فعلا ليها ايه، مناقشات في قضايا مجتمعيه متاصله. ففكره الفضيحه انه الست هي طول الوقت خايفه من حاجه اصلا ما تعيبهاش، يعني هو اصلا لو راح ودى الفيديوهات لابوها هو هو مراته. دي اهانه ليه، هو اهانه ليه، هو ايوه ده عرضه وشرفه، هو هو اللي بيطلع فيديوهات خاصه، فهي المفروض انها ما تبقاش متضايقه. فانت قابله بذل واهانه عشان خاطر شرف مزيف، يعني ايوه ايوه مش حاجه حقيقيه. يعني الحقيقة أنا نفسي نقعد نتكلم عن المسلسلات أكتر من كده بكتير، بس احنا مش عايزين برضو نطول على الناس، ومش عايزين القعدة تطول مننا، عشان أنا عارفة إن أنا لو ندى أنا وهي لو قعدنا اتكلمنا مش هنخلص كلام. فاحنا بنشكركم جدا ومبسوطين إن احنا كنا معاكم في قعدة مسلسلات. كنا معاكم خلود خالد، ندى كده.